أستاذ نجيب، المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا طلب اليوم من وفد المعارضة تعديل صياغة رؤيتها بخصوص المفاوضات، يعني هل لديكم أي تفاصيل بهذا الخصوص؟ أنت ذكرتي في مقدمة الأخبار بأنه وفد النظام احتج على البيان الختامي لمؤتمر الرياض 2، وفعلا يعني أخذ هذا البند نقاش طويل في المؤتمر، وأول يوم وثاني يوم، يعني بما معنى في بعض الآراء تقول لهم أنه بيان إذا ما يعني هذه الصيغة ستعيدنا إلى المربع الأول، بأن النظام سيحتج ويقول بأنه شرط مسبق، وقرار 2254 بيقول لك أنه ما في شروط مسبقة، وآراء تقول لهم لا، نحن هذا مبدأ لا نستطيع أن نتراجع عليه حتى لو تأخرت المفاوضات، مهما تأخرت ومهما طال الوقت يجب أن نضع في كل بيان رحيل بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، ولكن اتفقوا على رؤية على صيغة رأيتها أنت وصل بين هيك بين هذا وبين هذا. واليوم وفد النظام يبدو صار في عليه ضغوطات من روسيا، طبعا أنها على ما علمت أنه روسيا عن طريق مدرسة موسكو أخبرنا بأنه صار ضغوط أمس على وفد النظام وذهب إلى جنيف، وهلأ ساعة يمكن بعد شي ساعة حاليا من أقل من ساعة من الوقت في اجتماع لوفد المعارضة مع ديمستورا، وفي يعني في آراء هلأ أنه تمديد الجلسة تمديد الاجتماعات إلى 15 كانون أول، يعني لا شيء أكثر من حصار. أنت تحدثت عن تمديد محادثات جنيف حتى 15 من الشهر القادم، طبعا نصر الحريري قال بذلك على لسان الأستاذ ديمستورا أو ما قاله الأستاذ ديمستورا، يعني هل من الممكن أن نشهد مفاوضات بين نصر الحريري وبشار الجعفري، مفاوضات مباشرة طبعا بين هذين الطرفين؟ لا أعتقد، لا أعتقد ذلك. وفد النظام أتى محرجا، لم يعني ليس له قناعة في القدوم، ولو كان ولو فسح له المجال بعدم القدوم لما أتى، وبعدين قال إنه أنا راح أجي أشوف ديمستورا وأرجع، فما عنده نية بالجلوس مع وفد المعارضة، ولا أعتقد إنه هذه الجلسة كلها ستتيح المجال لمفاوضات مباشرة. المفاوضات المباشرة هو اعتراف يعني لها مدلولاتها، ووفد النظام والنظام يعي ذلك، يعي ذلك تماما، يعرف أنه إذا جلس بشكل مباشر مع وفد المعارضة فهو اعتراف متبادل وتساوي في كثير من البنود وتساوي كثير من الحقوق، فمدرك لذلك فهو سيتهرب مهما أمكن ذلك، سيتهرب من الجلوس على طاولة واحدة وبمفاوضات مباشرة، هذا ما أقوله لك، ولكن كيف ضغط المجتمع الدولي وشو بيسوي المجتمع الدولي ليوصل لهذه النتيجة لا أعلم، ولا أظن أن هناك مؤشرات تدل على أن هناك في ضغط. اليوم تيلرسون وزير خارجية أمريكا تحدث أنه جنيف أساس وأن رحيل بشار الأسد هذا يعني سمعنا هذه الكلام منذ 7 سنوات، أما ضغوط فعلية على النظام ليجلس بشكل مباشر لحد الآن ما صار ولا من أي دولة في العالم. ولا عذرا على المقاطعة، بخصوص 7 سنوات التي قلتها، لماذا أو ما السبب الآن في الترويج الكبير لجنيف التي تنعقد الآن وليست كسابقاتها يعني من الاجتماعات الأخرى أو المحادثات الأخرى؟ لأن جنيف يهم الأوروبيين، نقول يعني مع الأخذ بعين الاعتبار أنه المعارضة فقدت معظم الأوراق أو أوراق الضغط لديها. نعم، الموضوع ليس لا 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 يخص السوريين، الموضوع يخص أقطاب دولية. جنيف محسوب على الأوروبيين والأمريكان، وروسيا تروج شيء اسمه سوتشي وتحضر لعمل كبير فيه، هي على حسب التوجهات وعلى حسب الكلام وعلى حسب المعطيات اللي توجه لتغيير محوري في القضية السورية. بالنسبة للأوروبيين والأمريكان حسوا أنه خلاص
معناته جنيف في مهب الريح. اذا صار هالامر بالنسبه لروسيا فمعناتها امورنا انتهت، وهي بالنسبه له الورقه ورقه تخص الاوروبيين وتخص الامريكان. فلذلك صار في ترويج وضغط مثلا وتعاون مع الدول الاقليميه. قلت ان روسيا ضغطت على النظام لتذهب الى جنيف هذه المره. نعم، حتى لا ينقطع الحبل. انت تعرفين اللعبه الدوليه، روسيا مبقية تتعامل مع جنيف كونه مصدر من، يعني كونه تابع لمجلس الأمن، وهي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن. عندما جنيف أصبح وصل إلى مرحلة فيه شيء من الاهتمام وشيء في شيء من الإجماع الدولي، فتحت باب أستانا إذا بتذكري، فنفست كثير من أوراق، يعني أخذت كثير من أوراق جنيف. هلأ نفس الشيء بالترويج وبالحكي وبالوعود لسوتشي، هون صار في ردة فعل أوروبية وأمريكية انه لا، نحن لازم نحافظ على جنيف ولازم نأهله ولازم نرفع من مستواه. ما عندهم أوراق غيره، يعني عرفت شلون؟ هذا اللي انا عم اذكره يعني.